السلام عليكم، معكم أخوكم الفنان توفيق الطيبي، عازف الأورج والموزع الموسيقي في برنامج لتعليم الأورج للمبتدئين ولمتوسطي العزف. هذا البرنامج يشمل مقدمات موسيقية لأشهر الأغاني العربية أو لأفضل الأغاني العربية وتعلم كيفية عزفها وكذلك التعريف بالمقامات العربية. المرجو منكم السبسكرايب واللايك وتعليقاتكم حتى تدعمونا للمزيد من الفيديوهات ومن الدروس. طبعا اليوم سنتعرف على مقدمة كان الهوى للفنان عبد الحليم حافظ، وهي تكون بياتي على الله وليد من الله هنا، ويكون الكاردو تون أو الربع تون يكون على السي وكذلك على الفادياز، يكون هنا على السي، الربع تون يكون على السي وعلى الفادياز. كالتالي سنعمل دورة على المقام، طبعا في الصعود يكون هنا الربع تون بالفادياز، وفي الهبوط تكون هنا النوت سنسيبل أو النوطة الحساسة الفا العادية. ثم نأخذ الأغنية نعزفها أولا للتعرف عليها المقدمة. طبعا هذه المقدمة الموسيقية لقان الهوى، الآن سنفصلها لتيسير العزف. فرقم واحد، ثم السولو، هذا المقطع الأول من المقدمة، ثم المقطع الثاني، فكما لاحظنا فقط تتبع الأصابع وتتبع مكان النوط للعزف مثال بهذه الطريقة. ثم الآن نعيد بالإيقاع، كما لاحظنا بهكذا تقوم بعزف هذه المقدمة بطريقة سلسة وبسيطة وممتعة.
وإلى اللقاء في حلقات قادمة.